أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت عن خطة لتسهيل وتسريع طرد المشتبه بأنهم متطرفون من الجيش دون إجراءات تأديبية مطولة. وأوضحت لامبرخت أن مشروع قانون صاغته وزارتها ينص على عدم الولاء للدستور لإقالة من وصفتهم بالمتطرفين، مما يسمح للسلطات بتسريع ما يمكن أن تكون عملية طويلة لطردهم من الجيش مع الحفاظ على جميع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت وزيرة الدفاع الألمانية أن المداهمات والاعتقالات الأخيرة في تنظيم مواطني الرايخ تظهر مدى أهمية توخي اليقظة والعمل بحزم بكل وسائل دولة القانون ضد المتطرفين وأعداء الدستور. ومن برلين ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي ماجد كيالي. مرحبا بك سيد ماجد. يعني هذه مشروع القانون الذي صاغته وزارة الدفاع الألمانية والذي ينص على عدم الولاء للدستور، بداية ما أهمية هذه الخطوة؟ أولا نحن إذا مشكلة في البلدان الديمقراطية اللي هي بلدان الديمقراطية الليبرالية هو هذا التناقض أو هي المشكلة بين حدي الليبرالية التي تكفل حقوق الإنسان وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية التنظيم لكل المواطنين، يعني التي تكفل حقوق المواطن، وبين الديمقراطية التي تنظم الخلاف في المجتمع أو تنظم علاقة المواطنين بالدولة وعلاقة المواطنين فيما بينهم كمواطنين في المجتمع بغض النظر عن اختلافاتهم وتبايناتهم و انتماءاتهم الفكرية أو الطبقية أو الدينية إلى آخره. إذن هاي المشكلة اليوم واجهتنا في ألمانيا. الخلفية التاريخية لهذا الأمر أنه إحنا إذا دولة تعاني من تبعات تاريخية لتلك المشكلة بتجربة الصعود النازية، الانقلاب على الديمقراطية في التاريخ الألماني. إحنا بنعرف أنه أدولف هتلر حاول في 1923، كانت أول محاولة انقلابية له في بافاريا في نفس الإقليم اللي اليوم بنحكى فيه عن مجموعة الرايخ التي تم الإلقاء القبض على بعض أفرادها، ولكن تلك المحاولة في حينه باءت بالفشل وسجن هتلر في ذلك الزمان، ولكن تم إطلاق سراحه بسبب طبيعة النظام الديمقراطي في ألمانيا في ذلك الحين. لكن هذا الأمر جعله أنه يكرر المحاولة في الثلاثينات ووصلت ألمانيا إلى ما وصلت إليه. لذلك هناك في عبء تاريخي يتعلق ب يعني في ظل هذا العبء التاريخي سيد ماجد، يعني ما مدى قانونية في ظل هذا العبء التاريخي الذي تفضلت به، ما هنا يطرح السؤال ما مدى قانونية هذه الخطوة التي أعلنت عنها وزيرة الدفاع؟ لا، هي خطوة قانونية لأن القانون أو الدستور الألماني لا يتسامح مع ثلاث مسائل. أول شيء لا يتسامح مع انتهاك الدستور، نقطة واحدة. ثانيا لا يتسامح مع محاولة فرض رأي بواسطة العنف أو بواسطة القوة، أنه مجموعة سياسية أو تيار سياسي يفرض رأيه أو حتى أفراد يفرضوا رأيهم على الآخرين. الناحية الثالثة لا يتسامح مع العنصرية أو مع النازية، يعني بطبعتها الألمانية. هي ثلاث شغلات أساسا هن غير مسموح فيهم في ألمانيا. اليوم هذا القانون سيطبق حتى على الجيش، أنه في حال تم يعني اعتبار عنصر ما أو فرد ما موجود في الجيش أو في أي جهة بتتعلق بالوظائف الأمنية في الدولة هو غير يعني لا يعتبر أن الدستور هو الشريعة الأعلى العليا في الدولة والمجتمع، هذا يعني أنه إخراجه من هاي الدائرة، لأنه هاي دائرة خطيرة وتتعلق في أمن الدولة وأمن المواطن. هذا هو المشكلة في التناقض بين الحدين الديمقراطية والليبرالية في تلك المجتمعات. شكرا لك السيد ماجد كيالي الباحث السياسي والكاتب من برلين.